أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا لا ينقطع ولا يزول أبدا، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب العصر والزمان وإلى الفقهاء والعلماء. ولكم أيها الحفل الكريم، بمناسبة مولد بطلة كربلاء زينب سلام الله عليها، ونتناول في هذا الحديث فريضة مهمة، وهي فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الفريضة التي تكاد أن تكون متروكة في المجتمع، نتناول من خلال الحديث أربع نقاط. النقطة الأولى، ما هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ والنقطة الثانية، ما شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ والنقطة الثالثة، الدور الزينبي. والنقطة الرابعة، النتائج المترتبة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نبدأ ببسم الله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الأمر بالمعروف هو الأمر بالطاعة، والأمر والنهي عن المنكر النهي عن المعصية. هناك معصية وهناك طاعة، فحينما تأمر بالطاعة طاعة الله فأنت تأمر بالمعروف، وحينما تنهى عن المعصية فأنت تنهى عن منكر. والمنكر قد يقال الأمر القبيح. هناك بعض الشروط التي ينبغي لنا أن نلتفت إليها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشرط الأول هو أن نعلم المعروف ونعلم المنكر، كي ينبغي لنا أن نعرف المعروف وينبغي لنا أن نعرف المنكر، كي يحق لنا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر. الإنسان الجاهل بالأمر بالمعروف أو الجاهل بالمنكر لا يمكن أن يأمر بالمعروف أو أن ينهى عن المنكر إذا كانت الصورة غامضة عنده، مو واضح عنده هذا أمر هذا معروف، وليس واضحا عنده بأن هذا منكر، فكيف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر والصورة غائبة عنه؟ إذن لابد من معرفة المعروف ومعرفة المنكر حتى يصح لي أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. الأمر الثاني، أن لا يترتب ضرر على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. أنا راح أمر بالمعروف وراح أنهى عن المنكر، هل سيترتب علي ضرر من خلال أمر بالمعروف ونهي عن المنكر؟ إذا يترتب علي ضرر فلا يجب علي الأمر بالمعروف ولا يجب علي النهي عن المنكر، إلا إذا كانت هناك مصلحة عليا بحيث تحتم علي أن أتحمل هذا الضرر من أجل مصلحة عليا إلهية، أتحمل هذا الضرر وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. الأمر الآخر، بأنه أنا من خلال أمري بالمعروف ونهي عن المنكر أعلم بأنه سوف يرتدع المأمور، سوف يأخذ بكلامي، سوف يرتدع وينتهي عما يعمل إذا كان منكر، زين، وإذا أمرته بالمعروف سوف يقوم بهذا المعروف. هنا يجب علي أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. هذه بعض الشروط المهمة، وهناك شروط أيضا بأنه في الطريقة، طريقة تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لابد أن تكون هناك وسيلة وآلية في إيصال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أن يكون الآمر بالمعروف نفسه منتهي عن المنكر. يعني أنا ما يصير أأمر أو أنهى عن منكر وأنا أأتي بهذا المنكر، أو أأمر بالمعروف وأنا لا أفعل هذا المعروف. أيضا الوسيلة، فادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أنا ما يصير أجي إلى واحد أريد أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر بالعصبية مثلا، أو بالغضب، أو بطريقة أستفزه زين، أو بالسخرية مثلا. هذا ليس أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر. نمر على بعض الأدوار اللي كانت فيها السيدة الطاهرة زينب سلام الله عليها، العالمة غير المعلمة بشهادة زين العابدين سلام الله عليه، هذه التي تقبلت كل ما حصل في كربلاء بروح هذه التي تقبلت اللهم صل على تقبلت ما يجري في كربلاء راضية بأن ذلك حاصل بعين الله، وإلا امرأة أخاها مقتول مذبوح تأتي إلى جسد الحسين عليه السلام وترفع ذلك الجسد، اللهم تقبل منا هذا القربان. أرادت أن تكسر العنفوان، كانوا يكبرون منتصرين، أرادت أن تعلمهم درسا من خلال هذه الكلمة، اللهم تقبل منا هذا القربان. أرادت تقول لهم بأن هذا الذي يجري إذا كان بعين الله فهو رضا. أيضا حينما أراد أن يكسرها ذلك الطاغية حينما دخلت عليه ابن زياد، كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين؟ قالت والله ما رأيت إلا جميلا، هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم، وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم، فانظر لمن الفلج ثكلتك أمك يا ابن مرجان. أمرأة لا تملك سلاح، لا تملك عتاد، لا تملك أي شيء، ولكنها قوية في خطابها في مواجهتها إلى الظلم، رغم كل ما يجري، جنود مجندة محاطة بكل هذه العتاد، ولكن كلمتها على الظالم قوية، لأن الأمر هنا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هنا في مصلحة عليا، ولهذا تأثر بعض القوم من هذا الخطاب. نلاحظ عبد الله بن عفيف ذلك الذي دخل إلى مسجد الكوفة، لما دخل مسجد الكوفة كان يخطب ابن زياد ويقول الحمد لله الذي نصر الأمير يزيد وقتل الكذاب ابن الكذاب، وكان يشير إلى الحسين. انبرى له عبد الله بن عفيف قال الكذاب أبوك ومن استعملك على منابر المسلمين. هذه بعض الإشارات اللي طلعت من ثورة زينب سلام الله عليها، من صلابة زينب، من موقف زينب. كان الناس يتأثرون من هذه المرأة المجردة من السلاح، فكانوا ينطلقون، ولهذا ثورة المختار فيما بعد وثورة التوابين وما جرى بعد أحداث كربلاء كله من زينب سلام الله عليها. زينب هذه التي وقفت أمام مجلس يزيد لا عندها سلاح، ويزيد ينكث في ثنايا أبي عبد الله الحسين، ثم تقول له أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، فشمحت بأنفك جذلان مسرورا حين رأيت الدنيا لك مستوسقة والأمور متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا، فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا.
ولهذا اليوم إلى اليوم ذكر الحسين وذكر رسول الله صلى الله عليه وآله باق بصلابة زينب بهذه المواقف التي رسمتها الحوراء زينب سلام الله عليها. نمر على بعض النتائج. النتائج لو أننا تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إحنا اليوم عندنا بعض الأمور السيئة الموجودة في مجتمعنا، خلنا ندخل داخل المجتمع ونشوف شنو صاير داخل المجتمع. اليوم للأسف حتى النظام لا يراعي. شوف مثلا في الشارع سياراتنا موقفة في كل مكان، كل واحد يوقف سيارته على مزاجه وعلى كيفه، ما حد يتكلم إليه، وبالتالي كأنما ليس هناك حق للمارة. خلنا نكون صريحين، هل هناك حق للمارة؟ أبدا. السيارة موقفة من بداية، خصوصا في السوق ما في أبدا، ما في مراعاة إلى حقوق الآخرين. أيضا البناتنا لما يروحون المدارس شعار طالع نصه، بداية الفساد يبدأ من هذه المقدمة. بناتنا لما يروحون المدارس، الأب لما ما يؤمر بنته على هذه المقدمة من الشعار ويستمر هذا الأمر، هذه المرأة لما تدخل إلى المدارس شوي شوي تشجع غيرها، ويبدأ الفساد يستشري شوي شوي داخل المجتمع. التبرج، اللباس الضيق، كل هذه الأمور إذا ما عالجناها من البداية وبدت تتطور شوي شوي، راح تشوفون بأنه ردود الفعل، الرد، السلبيات اللي راح ترجع إلينا. ترى النقمة اللي صارت عبيد الله بن زياد وجيش يزيد، أيضا ممكن إحنا يصيدنا غضب من الله عز وجل. أنتم تدرون قوم اليهود اللي هو قرية إيليا، هذه التي كانت تعبد الله، الله أمرهم بأنهم يا جماعة صيدوا في كل يوم ما عدا يوم السبت، يوم السبت امنعوا الصيد. هؤلاء بعد فترة قالوا احنا إذا شافوا بأن الحيتان تأتي يوم السبت بكثرة الأسماك تأتي، لكن الأحد والاثنين والثلاثة الوضع طبيعي، فبدت تنحرف مجموعة بسيطة منهم. هاي المجموعة البسيطة لما انحرفت وقامت عملت أحواض وفتحت قنوات وتدخل الأسماك، قالوا احنا ما نصيد وإنما نفتح القنوات، وإذا دخلت الأسماك أغلقنا الأبواب، ويوم الأحد نجي ناخذ هاي الأسماك براحتنا، احنا ما صدنا يوم السبت. بدأوا شوي شوي، لا عين عينك ناخذ الأسماك يوم السبت ونشويها. انقسموا ثلاثة أقسام، ثلاث فرق. فرقة كانت تعمل المنكر وتعمل المعاصي وتعصي الله عز وجل، فرقة كانت تنظر مكتوفة الأيدي، تنظر إلى هذه الفرقة كيف تعمل، كيف تعصي الله، وهي تقول ليس لنا في الأمر شيء، احنا ما راح نتدخل، اللي بتسوونه سووه، أنا ما لي شغل، أنا مجرد أنظر إليك شنو تسوي، هذا ما لي شغل أنا. الفرقة الثالثة لا، قالت هذا اللي تسوونه معصية لله، هذا يغضب الله، ولهذا احنا ما نجالسكم، ما نتزوج منكم، احنا نخرج حتى من القرية، ابتعدوا عن القرية. فرقتين ضلوا، وإذا هي أيام وإذا ينزل العذاب ويمس خلق الفرقتين اللي ضلوا. ليش؟ الفرقة الثانية شنو ذنبها؟ ذنبها أنها ما غيرت الواقع، ذنبها أنها نظرت إلى الفساد، نظرت إلى المعاصي، نظرت إلى الذنوب، نظرت إلى الموبقات، نظرت إلى كل ذلك وكانت قابلة. احنا بعد ترى امراض تصيدنا، هذا غضب من الله عز وجل، هذه الامراض، هذه كفاية ضيق في الرزق. احنا ما نتساءل ليش تصيدنا ضيق في الرزق، ليش تصيدنا آلام، ليش تصيدنا احزان، ليش تصيدنا هذه المشاكل الموجودة في المجتمع. هذا غضب ولكن من نوع آخر، هذا غضب ولكن من نوع آخر. نقف على بعض النصوص،
بعض النصوص، وأختم كلامي بهذه النصوص. آية قرآنية: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب شنو؟ بئيس. آية أخرى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. نتيجة الفلاح. حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا تزال لا إله إلا الله تنفع من قالها. انظر إلى الحديث، تأمل هذا الحديث. لا تزال لا إله إلا الله تنفع من قالها وترد عنهم العذاب والنقمة ما لم يستخفوا بحقها. قالوا: يا رسول الله، وما الاستخفاف بحقها؟ قال: يظهر العمل بالمعاصي. شوفون المعاصي ظاهرة، يظهر العمل بالمعاصي يظهر العمل بمعاصي الله فلا ينكر ولا يغير، يقبل بهذه المعصية، يقبل بهذا الفساد يستشري في المجتمع. عن أبي بصير قال: سألت أبي عبد الله عليه السلام عن قول الله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. شنو معنى هذه؟ قلت الكلام إلى أبي بصير: هذه نفسي أقيها، عارف شلون أقي نفسي، فكيف في أهلي؟ أهلي شلون أنا أقيهم؟ قال: تأمرهم بما أمر الله. بنتك ما تتحجب، قل لها تتحجب. بنتك تطلع شعرها، قل لها تستر شعرها. بنتك تلبس ضيق، قل لها تلبس واسع. تأمرهم بما أمر الله به وتنهاهم عما نهاهم الله عن، فإن أطاعوك فقد وقيتهم، وإن عصوك فكنت قضيت ما عليك. أنت إذا أمرتهم سويت اللي عليك، وإذا هم عصوك بعد أنت خلاص اللي عليك من الله سويته، المطلوب منك من الله سويته. نسأل الله عز وجل بحق زينب سلام الله عليها أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويرحمنا ويرحمكم، ويغفر لنا ذنوبنا ويفرج عن أخواننا فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. وصلي يا ربي على محمد وآل